دلوقتي الحديث عن موريس شتاين، بينما الحديث هنا عن روي فيتوريا المدرب اللي يطمح واللي يسعى، وكما ذكر ما قبل هذه المباراة بأن الهدف بالنسبة للفريق العالمي عميد العالمية نادي النصر السعودي هو تتويج بطلا لبطولة دوري أبطال آسيا في هذا الموسم. الكل يتمنى ونحن نتمنى أن يتوج فريق عربي بالنسبة لبطولة دوري أبطال آسيا في هذا الموسم بعد غياب منذ عام 2011 عندما توج زعيم نادي السد القطري بطلا في ذلك الموسم. إذا أيها الأحبة الكرام، مباراة ستنطلق في هذه اللحظات ما بين الفريقين، يديرها طاقم تحكيم عربي بقيادة الحكم علي الصباح الحكم العراقي الذي سيدير هذه المواجهة ما بين الفريقين. تشكيلة نادي الوحدة الإماراتي، هناك محمد الشامسي في حرس المرمى، حسين عباس، تشانغريم، لدينا حمدان الكمالي، محمد برغش بالإضافة لميليسي الوافد الجديد، ولدينا أولى المحاولات لأمازون. أي تحفظ المدرب شتاين يدخل في هذه المباراة من كلمة السر عبد الرزاق، كلمة السر حمد الله، نعم عبد الرزاق عبد الله يسجل أول أهداف النصر، يعطي الهدف الأول للنصر. نعم عندما يترك وحيدا عليك فقط أن تنتظر كيف سيحتفل، هنا ترك وحيدا وهنا احتفل عبد الرزاق، هنا احتفل. الوحدة يبحث عن هدف التعادل، الشمس في الانتظار لكرة ليست من مسافة قريبة، ليست من مسافة قريبة، لكن من الممكن أن نقول مسافة مواتية حتى ولو كانت من هذه المسافة التي لا تعتبر قريبة أبدا. خطأ جوليانو على تنفيذ، هل سينفذ كرة ساقطة؟ خطأ موجود، كرة ستنفذ ركلة حرة. لم يعجب، لم يعجب لاعبي طبعا النصر ولا جماهير النصر هذه الكرة المشتركة. حمدان الكمالي في اللقطة الأخيرة، حكم أعطى ربما مبدأ إتاحة الفرصة، وعبد الرزاق حمد الله كان يطالب بوجود خطأ في اللقطة الماضية، اللقطة الأخيرة، وبالتالي أولى البطاقات الصفراء اللي تظهر في هذا اللقاء على لاعب نادي الوحدة الإماراتي اللاعب فواز عوانة بعد التدخل كان موجود في الكرة الأخيرة. كرة تنفذ، كرة تصل المايك، ولكن في الأخير أيضا خطيرة كانت لكن مرتدة. عبد الرزاق حمد الله، حمد الله عبد الرزاق، جول جول، ضاعت ضاعت على عبد الرزاق حمد الله. كرة خطيرة كانت ليوناردو، وصلت بعد ذلك للنصر عن طريق عبد الرزاق، لكن مميز محمد الشامسي حارس مرمى. ستنفذ نصراوية، النصر يبحث عن الثاني، كرة كانت كرة ميليسي. وهنا أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، علي الصباح حكم هذه المباراة يعلن نهاية هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. العالميان عميد العالمية نادي النصر في أبطال آسيا في هذا الموسم، موسم 2019، شوط أول انتهى بتقدم نادي النصر السعودي. محاولة نصراوية خطيرة تأتي في الدقائق الأخيرة، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن الدوسري، فهد الجميع، أتمنى أن نشاهد الأهداف كذلك حاضرة في هذا الشوط. كرة تصل طويلة، عبد الرزاق حمد الله دائما المشاغب المشاكس، عبد الرزاق حمد الله من خلال تحركاته، عبد الرزاق حمد الله في الاستلام، تمريرة نصراوية، فرصة نصراوية خطيرة، جول 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 جول، الهدف من اللي ما زال لدينا فرصة. عبد الرزاق حمد الله حاول سلل، عبد الرزاق حمد الله كان متسلل في اللقطة الماضية، وبالتالي كرة إلى ركلة حرة غير مباشرة، عبر من علامة استفهام بينما رونار وعبد الرزاق حمد الله اللي رد عليه داخل أرضية الملعب بالنسبة لمدرب المنتخب السعودي المستقبلي لمصلحة نادي النصر عبد الرزاق. قائمة عبد الرزاق حمد الله وتمهيد الكرة ما زالت حاضرة، لكن في الأخير عند حارس المرمى الحارس محمد الشامسي اللي يسيطر على الكرة. حارس المرمى يتصدى مايكون، والكرة الرأسية، كرة ما زالت، أوه حارس المرمى.